تعلم منهم عرف شلون بعض الشغلات وهذا. وبعدين الله سبحانه وتعالى صار بالكويت النبط. اي الحمد لله رب العالمين. وقفت السفينة. وقف الشغل شغل الغلافة. لأن, لأن, لأن شنو الناس دشت بوزارات. نعم. ودشت بسسمه. بس خلاص. وصارت صناعة السمن على النماذج هذا احنا شفناه. هذا الحين اللي بنراوي المتابعين. ايه؟ ترى عندهم متحف، عندهم منجرة، عندهم شغل مرتب. ايش رايك ما نطول عليهم المقابلة؟ اندش. ان شاء الله. ايش رايكم تشوفون السفن واسمائها واسماء هذه السفن وطريقة صناعتها وغلافتها الجميلة. حياكم. حياكم. ديوانية القلاليف مو بس ديوانية. هي ديوانية، هي ورشة، هي متحف. راح تستمتعون معانا ان شاء الله المتابعين الحين، راح ندخل الورشة، عقبها راح نتعرف وندش المتحف مالهم، نشوف صناعة السفن او نماذج صناعة السفن اللي هم مسوينها. يا هلا ابو جعفر. يا هلا حياك. ما شاء الله ما شاء الله. اول شيء خلنا راوي صوره جميله شيء للمتابعين، وبعدين نسولف عن العده اللي يشتغل فيها القلاف. هذه طاولاتكم ها؟ هذه الدزقه. الدزقه اللي يشتغل عليها اي القلاف. اي نعم. نسوي نموذج ناس بعده دزقه ومنقنه. اي شلون المنقنه اللي هي هذه؟ منقنه اللي احنا نسميها ملزمه وتسمونها منقنه. اسمها منقنه. اي وعند العده، العده الحين اللي هي الحين نشرح بس خراويهم الورشه. تعال تعال ابو ابو جعفر. الخشب اللي تستخدمونه شنو انتم هني؟ الخشب الساي عندك هني هذا له. خشب الساي. اي اللي هو الصاج. خشب الصاج ما شاء الله. ترى المنجره عوده يا جماعه مو صغيره، وكافي بعد هني في لنجات تحت الانشاء. هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثه ما شاء الله تبارك الله. ابو جعفر. نعم. هذا تحت الانشاء قبل جعفر هذا كنا بدا ها التسكير شوي شوي. اي يسكره ويحط يحط الاظلال. اي يحط يحط الاظلال ماله. وطبعا عندك هني الفنه والنيم والكشتيل الكشتيل. اي هو الكشتيل؟ هذا 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 شو اسمه الكشتيل؟ هذا الكشتيل. وهذه السطحه. اي وهذا النيم. هذا النيم وهذه الفنه. سمعتوا الاسامي المتابعين شيء عجيب. عرف شلون؟ أيه؟ طبعا هذا يسمونه الساطور. الساطور. وذيك العنافه اللي ورا اللي صار العنافه اللي صار تفر. أيه؟ هاي يسمونها العنافه. العنافه. اي ايش حالاته هذا بعده ما شفتوا شيء. ترى بروح المتحف الحين بس الحين قال راويكم المنجره اللي يشتغلون فيها. ما شاء الله هذا كنا مترين ابو جعفر. مترين وشويه. هذا شنو هو؟ هذا بوم سفار. بوم سفار. خلينا نشوف الراوي المتابعين صدره. هذا صدره. لازم يكون في حمله. اي يسمونها هذه حمله. حمله. اللي هو القاطس احنا الحين يسمونه القاطس للدحل وش اسمه؟ لما يوصل التريش، التريش هو اخر لوح. اي اخر لوح. شفتوا اللي شفتوهم المساع الشلامين كاهم هذول هم. إيه؟ وهذا الحين يعتبر تريج يسمونه. يحطون إيه؟ عليه لوح ثاني يسمونه الزبدره. الزبدره. هذه الزبدره اللوح هذا يحطونه يقطونهم يسمونه الزبدره. عدل 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 عدل. هذا بوم سفار. ها هذا بوم سفار لأنني اشهر الابوام بوم السفار لانه شعار. نعم. الشعار الموجود. نعم. نعم. أرسلون. هذا ريحه الخشب الجميله. هاي ريحه الساج. ها هذا البوم اول كان يسافرون فيه ويبون ويبون الخيرات ويبون التجاره ويبون هذا كله من هالابوام هذه اللي تصنع في الكويت. صوره قبل لا نروح كذي فيديو لورشه ديوانيه القلاليف، وبنروح الحين الى المتحف عشان تشوف الرنده مع الجدوم ما شاء الله. أرسلون مع ايه؟ هالمسامير. اي أرسلون. وهذه المشخاطه. المشخاطه. اي اه الله يرحمك يا المشخاطه. عرفت شلون؟ اي هذا المياديح اللي هي الحين يسمونها الدرل. الدرل هذا هاي انواع الريش اللي يحطون فيها المسامير. اي الميدح اللي هو المجدح. المجدح او الدرل. اي هو الدرل الحين يسمونه درل. وهذه المسامير. هذا المسمار نفسه اللي طبعا اكو مسمار حق خشب ومسمار حق يحطون بالبيس يسمونه تشاويات. تشاوي. عرفت شلون؟ نعم. عندك الهنداسه اللي يقيسون الميل. اسلم ابو جعفر هذه شنو هي؟ هذه الهنداسه اول ما يسوي البوم يعرفون ميل ميل الميل مال الميل. مال الميل. كم يحطونه شو اسمه؟ في هني تشوفون ارقام فيحطونه تفر وسدر كم كم سيوح البوم. نعم 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 نعم. وهذا الجفير ها؟ هذه الجفير اللي يشيل القلاف عدته فيه. ايه
هذا لما يخلص ينتهي يحطه فيه ويشيله. نعم. والصبح يحط على كتفه والصبح يجيبه. عدل الكلام. اذكر الله المتابعين، ما شاء الله تبارك الله، دخلنا إلى المتحف والمعرض اللي يعرضون فيه القلاليف شغلهم، وعلى فكرة في منهم للبيع، يعني إذا بغيتوا تتواصلون وياهم أنا راح أحط لكم أرقامهم، تواصلوا وياهم تشوفون هذا الشغل الجميل، شغل القلاليف اللي على أصوله من صناعة أنجات الخشب. شوف شحالاتهم، شوف شحالاتهم. خلونا ندور نستعرض في هذا المتحف الجميل، وبعدين أخلي جعفر يقول لي مسميات هذه اللنجات الجميلة. هذه الأبوام الكبيرة، شوف شحالاتها عندهم هني. شو اسمه؟ شفتوا جمال صناعة بوم الماي، الصناعة الكويتية الجميلة، هذا اللي كانوا يستخدمونه أول لجلب الماي للكويت، وأيضا كان يستخدم في الخليج. وهذه اللي تنكل يشيلون فيها الماي. شوف شحالاتهم، شوفوا الشغل، شوفوا الترتيب، شوفوا جمال الصناعة. الله يعطيكم العافية يا ديوانية القلاليف على هذا الإبداع، وهذا الشيء اللي ما قطوه حسافة، يعني إعلاميا ما تقطع عدل. المفروض هذا حتى تزول الكويت، أنا أدعوهم جزاهم الله خير أن يصورون هذا الشيء، وهذا هذه التحف الجميلة اللي أنا الصراحة منصدم، أنا أول مرة أشوف صناعة بوم الماي. يهمني وايد أنا بوم السفر شفته، بس بوم الماي ما شفته، ولا شفت له شعر ماله وصدره وجماله. شوف 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 متابعيني كل الكويت الخليج، ترى هذول للبيع 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 للبيع، راح أحط لكم رقمهم. ترى هذا تراث ما يطوف، متروكين هني بالمتحف، ليش ما حد يدري عنهم؟ مو صحيح الكلام هذا، هذا شيء تاريخي وعجيب، وناس تشتغل. حين راويكم المسميات الباجي وصناعة السفن الثانية لبغالة، شوفوا جمال تصميمها، شوفوا شحلاتها، شوف 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 شوف. خلنا نسولف عنها ويا أبو جعفر عن هالبغالة الجميلة الحلوة وصناعتها. أبو جعفر، بعض أنا قريت من الكتب أن البغالة صنعت قبل البوم، ولكن القلاليف بشطارتهم صنعوا البوم، عدلوا عليها. عدل هالكلام؟ طبعاً اللي قريناه الرسول يقول أن البغالة ما تشيل حمل كثر البوم. البغالة ما تشيل حمل كثر البوم، إذن هي هذه يعني نقول بومية ولا شراع ثالث. أي أسرع حق المشي. أنا كنا سمعت يسمونه السفديرة، ولا أنا غلطان؟ لا طبعاً أسامي. أي أسامي. عدل عدل، شوفوا الوشار الجميل مال البغلة، شوف شحالاتها، لها صناعة وفن وحرفة ونجارة جميلة لهذه الصناعة. شوف شحالاتها، شوفوا شوفوا لمعتها وقصتها، هذه هي البغلة. خلنا نصورها من تفر. أبو جعفر، عمان عندهم أيضا بغلة، بس تقول تختلف في صناعتها. هم يسمونها الغنشة. يسمونها الغنشة، ها؟ يا عاد مشهورين أهل عمان بصناعة بعض شوف شحالاتها يا جماعة، شوفوا شوفوا الفن، ها؟ شوفوا فن القلافة والوشار مالها، جميلة جدا. خلنا ننتقل إلى مركب ثاني. أبو جعفر، هذا شنو هالوشار الجميل هذا؟ هذا شوعي. شوعي هذا لمياديف؟ إي حق الغوص هذا. الله، هذا عشان القوس ما شوف معلقين فيه الدين. الدين شوف معلقين فيه. دين معلق فيه. هذا كله شغلكم ما شاء الله. إذا هذا الشوعي. هذا الهوري معلق ورا، ها؟ هذا الهوري عشان إذا راحوا وصلوا بيروحون بندر يجيبون مغراض ولا شيء. إيه. إنزين خلينا نشوف السفينة اللي يمه. ما شاء الله تبارك الله. أبو جعفر. نعم. السفينة الجميلة هاي شو اسمها؟ هاي اسمها البتيل. هذا البتيل. هذا البتيل. الله، وشارة غير. هذا. جميل. الساطور ماله غير من قدام. إيه. وهم العناف هم غير. إيه التفر ماله يختلف. التفر ماله. إيه. الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الشغل الجميل وإبداع القلاليف. أنا ذاك الوقت والحين مبدعين مبدعين في صناعة السفن ما شاء الله. أيضا لا تقال اثنين، ها؟ ولا فرمن ولا شغل. على فكرة في منهم للبيع، يعني إذا بغيتوا تتواصلون وياهم أنا راح أحط لكم أرقامهم، تواصلوا وياهم تشوفون هذا الشغل الجميل، شغل القلاليف اللي على أصوله من صناعة أنجات الخشب. شوف شحالاتهم، شوف شحالاتهم.
خلونا ندور نستعرض في هذا المتحف الجميل، وبعدين أخلي أبو جعفر يقول لي مسميات هذه اللنجات الجميلة. هذه الأبوام الكبيرة، شوف شحالاتها عندهم هني. الحين عاد نبتدي نسولف عنهم، بس أبي أراويكم التصوير. ها، متحف جميل يضم كل السفن القديمة اللي كانوا يستخدمونها في الكويت. ما شاء الله تبارك الله، والله يبي لكم تكبير شوية حق المتحف. ما شاء الله، هذه كلها من صناعة رواد الديوانية اللي تشوفونه. هذا كل واحد يتميز بشغله، يعني هذا شغل واحد من القلاليف، هذا شغل واحد. شفتوا؟ شوف حالاتهم. أما هذه المنقوشة، الحين عاد نبتدي نسولف لكم عن هذه السفن. يا أبو جعفر الحبيب، نبيك تشرح للمتابعين عن هذه السفينة الجميلة. شو اسمها هذا يبا؟ هذا البوم السفار. البوم السفار اللي بالورشة شفناه قاعد يسوونه. طبعا هني خلص يا روب الحبال، حطوا الحبالة وحطوا الإشراع وحطوا الظلال. وشوف شلون صار القفافي، القفافي مالوته مع السريدان مع السيري مع الزولي مع الصوفي، كامل كله كامل، مع التانكية مع الديرة والبنديرة. الديرة عرفناها اللي هي أبو جعفر فضل. تقول هذا السيري اللي يصعد، السيري عشان يكون البحارة والنخذ يركب. هذه قلنا شنا اسمها؟ هذه يسمونها النيم. النيم، وهذه هاي الفنة اللي قاعد عليها الفنة السكوني، وهذاك السدر، وهذا هذا يسمونه الكشتيل. الكشتيل، وهذا السطحة. السطحة. الخن وينه؟ هذا اكو خن شراع. خن شراع، هذا خن شراع. اذا وصلوا ديره وبندره يشيلون هالشراع عشان لا يشقق من الشمس، يخشونه داخل هني عادل. وهذا مال الاغراض اللي هم يبونهم من هذا، اللي هو ما التجاره مال البضاعه، مال هذا البضاعه داخل يحطون هذا الحمل. الحمل داخل، الحمل اللي يبونه كان تمر وهذا اساسا. هذه شو اسمها؟ هذه يسمونها عبيدار. العبيدار اللي هو يرفعون في الشراع. عبيدار فوق هناك الجامعه شوفوها، البحاره يشدون اللي هي الجامعه تجمع الحبال. عرفت شلون؟ يرفع الشراع. اذا قال شلون بجعفر اذا خطف البوم شو يقولون؟ هري الشراع. هري الشراع، يقومون يرفعون الشرع. هذا في دقلين، ها واحد دقل واحد قلمي يسمونه. هذا قلمي وهذا الدقل، وهذا الاثنين الفرمن. وين الفرمن؟ هذا الفرمن، هذا الفرمن اللي يحطون عليه الشراع. نعم. اللي نعم. يروحون عليه الشراع. اي هذه شو اسمها؟ هذه يسمونه القباقيب. القباقيب. نعم، انا قاعد ادور المتابعين شغلات. اللي شفتوا السريدان اللي يطبخون فيه؟ اكو سريدانين البوم ما فيه، بس البوم الثاني اللي تصوره الحين نصوره لهم ان شاء الله. هذا في سريدان مال البحارة، واكو سريدان حق النوخذه. حق النوخذه عجيب. بروحه طبعا. بروحه. سلام. النوخذه بروحه يقعد بروحه. ما شاء الله تبارك الله، خوش معلومات جميله. هذا شو اسمه ابو جعفر؟ هذا الساطور. هذا الساطور. هذا الساطور. نعم نعم. رحنا احنا لقينا هناك الساطور والحنافه ورا اللي هو. وصلتني هديه من ديوانيه القلاليف، جزاهم الله خير على تغذيتنا لهم ذاك اليوم. هذا هم. يا هلا اخوي منصور، السلام عليكم، شلونك؟ وش اخبارك؟ والله كلفتوا على عمركم. من وياك ابو جعفر؟ يا هلا ويا مرحبا، مشكورين مشكورين على هالهدية الحلوة، جزاكم الله خير. يا هلا، كيف حالك؟ شونك؟ عساكم بخير. يا هلا أبو جعفر، والله ما قصر ذاك اليوم. المتابعين كلهم يشكرونك على معلوماتك وعلى شغلك، ما شاء الله. هذا وشارك أبو جعفر، ما شاء الله تبارك الله. هم أحط لكم رغمة مرة ثانية، شوفوا شوفوا شغلة يستحق أن تحطه في بيتك، التحفة الجميلة. مشكور يا أبو جعفر. هذه هدية ديوانية القلاليف، جزاه الله خير أبو جعفر، ما قصرت يا أبو جعفر. هدية مقبولة إن شاء الله. واجب علينا. الله يرحم والديك. أنت تستاهل الخير، تستاهل الطيب. الله يرحمك. مشكور مشكور يا أبو جعفر، ما قصرت حبيبي.